أن نحيي ذكرى صفيك أبينا القديس مروح بالفرح والتسليم، وهب لنا بشفاعته مغفرة الخطايا. كل من يطأ أرض سوريا يطلب من الله أن تكون هذه الشمعة التي بيدنا شمعة في قلبه، في ضميره، في حياته، وإن شاء الله نكون ليس فقط نحمل النور بأيدينا، ولكن نحمل النور في قلوبنا. لأجل هذا نصلي. أن يكونوا مع الله، أن يكونوا في رحاب سماء. كما سرنا في هذه الصلاة الخاشعة متضامنين ومع بولس الرسول نقول: وكل طرقات سوريا ملأى بالشموع شموع.